لقطات محرجة وصادمة التقطتها عدسات الكاميرا في كرة القدم. السلام. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. في مباريات كرة القدم تحدث الكثير من الأمور الغريبة والصادمة، وأيضا هناك مواقف تسبب الإحراج للاعبين وحتى أنها تشعرهم باليأس داخل المباراة. لذا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات محرجة وصادمة التقطتها عدسات الكاميرا في كرة القدم. لنبدأ. هنا يتقدم هذا اللاعب حتى يقوم بتعريض الكرة، لكنه يمد الكرة أكثر من اللازم فتخرج عن الخط. لاعب يوفنتوس يستلم الكرة ولا يعرف أين ذهبت ليخطفها لاعب الخصم منه. بإمكانكم رؤية نيمار كيف أضاع هذا الانفراد أمام الحارس وحسرة رفقائه في دكة البدلاء. عند تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة بإمكانكم رؤية هذا اللاعب المتردد ورفيقه الآخر ليأخذها الفريق المنافس. هنا شجار بطريقة مرحة بين إيسكو وهازارد. قرر هذا اللاعب إغاظة الجماهير برمي الكرة عليهم بهذا الشكل. شاهدوا. هنا فيدال مر إلى داخل منطقة الجزاء فحاول أن يقوم بتعريض الكرة فضرب الأرض، والغريب أنه يطالب بركلة جزاء. ركلة حرة ثابتة ينفذها رونالدو بهذا الشكل، فشاهد سيرجيو راموس الذي انقلب بطريقة غريبة حتى يتحصل على ضربة جزاء. هذا اللاعب يتدخل على لويس سواريز، فشاهدوا ماذا فعل به لويسيتو. قام بنطحه برأسه بينما هو يمشي ويمثل أنه يتألم. هذا اللاعب حاول تمرير الكرة بطريقة غريبة مع ضرب لاعب الخصم بهذا الشكل، فانظروا إلى تمثيله بعد أن صرخ عليه لاعب الخصم كيف وقع أرضا. كريستيانو رونالدو يلحق على لاعب ميلان قبل إبعاد الكرة حتى يلعب التماس، لكنه قام بضربه بطريقة بسيطة، فكريستيانو رونالدو وقع على الأرض بهذا الشكل وأخذ يمثل أنه يتألم. يبدو أن هذا اللاعب من الديانة الإسلامية يحاول الدعاء أو قراءة الفاتحة قبل بداية المباراة، فأتى زميله وربت على يديه كتحية الله ظنا منه أنه فارد يديه ليقوم بالتسليم. يبدو أن هذا اللاعب يحاول استخدام البخاخ لإطفاء شيء ما. هذا اللاعب حاول استفزاز خصمه وضربه على رأسه بهذا الشكل. هنا جامع الكرات هذا قام باستفزاز لاعب خصم فريقهم، إذ أنه قدم له الكرة بهذا الشكل، وحين أتى قام برميها بهذه الطريقة المستفزة على الأرض. هنا ماركو فيراتي لم يستطع اللحاق باللاعب فأمسك بالتيشيرت الخاص به وأخذ يزحف خلفه. أحد أغبى الفرص الضائعة على الإطلاق من هذا اللاعب، والذي استلم الكرة بعد أن ارتطمت في العارضة وعادت إليه لينقلب بهذا الشكل كما ترون ويضيع هذه الفرصة. يبدو أن الكرة تواجدت في منطقة خاطئة، إذ أن هذا اللاعب لم يستطع أن يقوم بتسديدها، ولاعب الخصم الذي قام بخطفها لم يستطع أيضا أن يقوم بإبعادها ليستلمها هذا اللاعب مجددا وترجع إليه ويقوم بتسديدها أيضا، فتفلت منه بهذا الشكل ويمثل أنه ضرب. بينما يمشي كيليان مبابي حاول الاصطدام بهذا اللاعب ومثل أنه تمت عرقلته، وكان الحكم قريبا فأعطاه الكرت الأصفر لأنه كان يمثل. دي بروين يعطي كرة رائعة إلى لوكاكو الذي حاول التفنن بإدخالها بالكعب، لكن للأسف ضاعت منه بهذا الشكل. هنا شيشاريتو يضيع ركلة الجزاء، وهنا نظرة من لوي فان خال ومساعده بأنه لا يجب إشراك اللاعب مرة أخرى. تمريرة بلا عنوان تحكي حال فريق ريال مدريد الذي كان خاسرا أمام شختار. هذا اللاعب هنا قرر تمرير ركلة الجزاء لزميله، والذي فشل بهذا الشكل بوضعها في الشباك. تم تنفيذ ركلة الجزاء هذه بطريقة رائعة للغاية، فشاهدوا كيف للحارس لم يستطع صدها
رغم أنها ليست قوية. يبدو أن دييغو كوستا يضحك على هذا الشخص الذي يشير له لويس سواريز. كريستيانو رونالدو ينزل من الحافلة ويسلم على الهواء كناية على أن فيروس كورونا أبعد الجماهير عن الملاعب. ينزل هذا الرجل من الباص ليتفاجأ بمقياس الحرارة أمامه ويظنه مسدساً، فانظروا إلى ردة فعله. حاول هنا لاعب الخصم إخراج هذا اللاعب المصاب والذي أخذ وقتاً كثيراً وهو يضيع الوقت، فشاهده ماذا فعلوا به. لاعب ختافي هنا يصرخ على إنسو فاتي الذي كان واقعاً على الأرض، ولسان حاله يقول أن اللاعب يمثل، وبعد ذلك يقول له إنه طفل صغير وعمره 18 سنة فقط. هنا كوتينيو يمرر الكرة من بين أقدام الحكم بهذا الشكل كوبري كما ترون. يبدو أن كيليان مبابي لا يحب لأحد أن يمس شعره، وهذا خير دليل على الكلام الذي أقوله. ترتفع الكرة بين هذين اللاعبين ليقوما باحتضانها بهذا الشكل المضحك كما ترون. يتقدم هنا اللاعب ومن جانب المرمى يسجل هذا الهدف الرائع، وبعد ذلك يذهب للجماهير ليقوم بإغاظتهم. يبدو أن هذه العربة توقفت داخل الملعب ولا يمكن تشغيلها مرة أخرى، ولكن بدفعة من اللاعبين وتعاون بينهم تم تشغيلها لتخرج بهذا الشكل. شاهدوا أصدقاء هذا اللاعب كيف ضربوه على رأسه بهذا الشكل. دوغلاس كوستا يحاول قراءة أفكار اللاعب الذي سينفذ ركلة حرة ثابتة، ويقوم بمد جسده إلى الأسفل بهذا الشكل حتى لو قرر تسديدها أسفل الحائط ترتطم به وتذهب بعيدا. بعد التدخل على هذا اللاعب على خط التماس حدثت مناوشات قوية بين اللاعبين ليسكب هذا اللاعب الماء على لاعب الخصم، وتحدث مشكلة كبيرة هنا. هنا اللاعب رافائيل فاران يقوم بمد إشارة ريال مدريد إلى غاريث بيل، والذي بإشارة من وجهه ولغة وجهه يبدو أنه لا يريد أن يمسك الشارة، وبعد ذلك قام بإعطائها إلى كرفخال بهذا الشكل كما ترون. يبدو أن لاعبي هذا الفريق سعيدون للغاية ويقومون بحمل علم ويلز ويحتفلون. تقدم هذا اللاعب وقام برفع الكرة من فوق حارس المرمى، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة ثم ارتطمت بالمدافع ودخلت في الشباك. قام هذا اللاعب برفع الكرة بهذا الشكل ليلتقطها حارس المرمى، فقام الحارس بعد ذلك بالإمساك بالكرة وحاول إلقاءها إلى أحد اللاعبين، لكن هذا اللاعب الذكي قام برفع قدمه بهذا الشكل لترتطم الكرة به وتدخل في الشباك. هنا هذا المدرب لا يريد لهذا اللاعب أن يقوم بإلقاء الكرة، فوقف أمامه بهذا الشكل حتى يعيقه عن رمي الكرة كما ترون. هنا عند بداية مباراة المنتخب الألماني والإسباني وقف اللاعبون عند الحكام حتى يأخذوا صورة تذكارية، لكن قام الحكام بالذهاب، بعد ذلك قام سامي خضيرة بالذهاب ليلحق به سيرجيو راموس. بعد أن سجل اللاعب هدفا ذهب إلى الاحتفال ليقوم هذا الحارس بندب حظه ومحاولة ضرب الكرة، والتي ابتعدت لتأتي الضربة في بطن هذا اللاعب كما ترون. لويس سواريز هنا يقوم باستفزاز عثمان ديمبلي ويقوم بإزاحة القبعة الخاصة به بهذا الشكل كما ترون. حاول حارس المرمى هنا أن يقوم بالتحضين على الكرة لكنها ارتطمت به، فشاهدوا كيف يلتف حولها حتى لا يلمسها لاعب الخصم. هنا لاعب قادش لم يعرف لمن يعطي إشارة الكابتن عند خروجه من الملعب، فقام بوضعها داخل بنطاله بهذا الشكل. يبدو أن هذا الشخص لا يحتاج إلى لبس كمامة، فقد رفع ذقنه بهذه الطريقة ووضع عليها النظارة. عند توقف اللعبة وإصابة هذا اللاعب قام هذا اللاعب بتسديد كرة قوية ليصدها الحارس بهذا الشكل كما ترون. قام لاعب ليفربول بالتحضين على كرته بهذا الشكل، لكن يمكنكم أن تشاهدوا ماذا فعل حارس المرمى الذي قام بإخراج الكرة بهذا الشكل كما ترون. بينما يجلس مارادونا وهذا الطفل
ويرتدون هذه الأقنعة الواقية. يقوم هذا الطفل بالبصاق ولا يعرف أين ذهب البصاق، ليقوم بالبحث عنه في الخوذة كما ترون. يبدو أن أرماندو مارادونا لا يرغب بتعقيم يديه، إذ أنه يجلس بهذا الشكل إلى أن أتى أبو الأشخاص وقام ببخ المعقم على يديه بهذا الشكل. هذا اللاعب لمس وجه لاعب قادش بهذا الشكل وبطريقة طفيفة، ليقع اللاعب أرضا ويمثل أنه أصيب بإصابة قوية جدا. يحاول هذا اللاعب عدم إعطاء الكرة إلى المنافس ويلتف بهذا الشكل إلى أن أعطاه الحكم الكارت الأصفر. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا، وقف أمام الحارس وأخذ يقوم بالاحتفال أمامه ويقوم بإغاظته، إلى أن أتى لاعب الفريق الآخر وقام بهذا الشكل بالاعتداء عليه بسبب أنه يحاول إغاظة حارس المرمى. بعد أن سجل لاعب المنتخب الأوروغوياني هدفا، ذهب لويس سواريز إلى مدافع الخصم وقام بإغاظته بهذا الشكل وهو واقع على الأرض. هنا مودريتش يمرر الكرة إلى زميله الذي لم يدخل بعد من قسم التبديلات. في هذه المباراة سجل هذا اللاعب هدفا وأخذ يقوم بإغاظة خصمه بهذه الرقصة كما ترون. وبعد ذلك وفي نفس المباراة سجل هذا اللاعب هدفا في الرأس ليقوم بإغاظة خصمه بنفس الطريقة التي رقص بها. في مباراة أياكس أمستردام وريال مدريد شاهدوا ماذا فعل ديونغ بفينيسيوس جونيور واللاعب لوكا مودريتش كيف أوقعه أرضا وراوغه، ولكن جاء رد مودريتش في مباراة الكلاسيكو واللاعب ديونغ يلعب مع فريق برشلونة، ليقوم مودريتش بإيقاف المدافعين أمامه ويقوم بتسديد الكرة أمام اللاعب ديونغ كما ترون. يبدو أنه حاول الانتقام منه. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.